اسم أنس معيشو. نعم، شنو الجديد سي أنس معيشو؟ الجديد حنا كنمارسو الابتكار والاختراع، والجديد مؤخرا طلقنا واحد لابليكاسيون اللي سميناها تيليماتريكول، خاصة بمستعملي الطريق، الناس اللي عندهم الطوموبيلات والمواطر والكاميون، الناس اللي كيخدموا الطريق كلهم. نعم، واخا قدمنا نفسك بعدا في أنس المسار الدراسي. أنس معيشو، سن 27 سنة، المسار الدراسي قريت لابروتيز دونتيغ، جو سوي بروتيزيست دونتيغ، والهواية كنمارسو الابتكار والاختراع لمدة طويلة الأزيد من 8 سنوات حاليا. يعني بالرغم من الاختصاص ديالك مجال صناعة الأسنان، عندك الهواية ديال الابتكار. طبيعة الحال. بالنسبة لهذا الجدوى ديال هذه الابليكاسيون اللي كتقول لي كانت الفكرة ديالك. الفكرة ديال الابليكاسيون جات للحاجة والضرورة ليها، يعني جات فارضة نفسها باش تحل مجموعة ديال المشاكل اللي كنواجهوها كسائقين في الحياة اليومية ديالنا. يعني ما بين هذه المشاكل غادي نقدروا نتطرقوا لمجموعة ديال النقاط، منها مثلا كتمشي انت كيكونوا لي باركين، كتمشي لشي باركين كيكون زحام مثلا في العطل الصيفية ولا في الحفلات ولا في المدن السياحية، كتمشي كتسطالي كتلقى باركين فيه زحام، كيجي واحد اخر كيزيرك، ما كيخليش بيناتكم شي مسافه باش تكفيك انك تخرج، كيخلي بيناتكم مسافات قليله. في هذه الحاله كيقضي يضيعك في ساعات طويله وانت كتسنى يجي باش يحيد سيارته ويخليك تخرج. يكفي انك تهز الماتريكول ديالو وتدخلو في لابليكاسيون تيليماتريكول اللي طلقناها مؤخرا، وتطلع لك النمره ديال التليفون تاعو وتتصل به باش يجي يحيد سيارته ويخليك تخرج، والعديد من المشاكل الاخرى. مثلا هنا في الباركين باش غتدخل رقم الهاتف ديال السياره وصعيب له، واش هذه المساله قانونيه؟ قانونيه بطبيعه الحال، بحيث السيد كيكون هو اللي مدخل المعلومات ديالو، حنا لابليكاسيون ما عندناش معلومات على الناس، وحتى واحد ما عنده معلومات على الناس. كيف كيخدموا واتساب، كيخدموا مجموعه ديال التطبيقات ديال وسائل التواصل الاجتماعي، كيخدم هذا التطبيق ايضا، يعني انت كتدخل المعلومات ديالك باش تستفد من الخدمه. يعني انه السائق غيتيلي شارجي لابليكاسيون ضروري، خصو يدخل الرقم الهاتف ديالو ضروري فقط. ضروري لا، كيدخل رقم الهاتف ديالو، كيدخل الاسم ديالو والكود السري ديالو الا بغى باش يعدل المعلومات ديالو مره اخرى، الا بغى باش يعدلهم خصو يحتفظ بداك الكود السري. يعني تقريبا بحال واحد المجموعه ديال المجتمع ديال اصحاب السيارات. نعم، بحال كيف سميناها احنا، سمينا شبكه ربط بين مستعملي الطريق، يعني شبكه ربط هاتفيه ما بين مستعملي الطريق، وهذا هو كنظن التعبير الصحيح ديالها. واخا كتقولوا بلي هاد لابليكاسيون جاب حل مثلا الازدحام في لي باركينغ كاين شي ظروف اخرى فين؟ نعم نعم، العديد من المشاكل اللي غادي تقدر تفيدنا فيها هاد لابليكاسيون هادي، وما كانش عندها حلول سابقا ولو ترقيعيه. مثلا كتكون الرياح والعواصف، وكتكون شي شجره غادي تطيح ولا شي بره غادي تطيح على شي سياره، وكيشوفوا الناس ان ديك السياره غتعرض للضرر وما كيقدروش يقدموا يد المساعده. يكفي في هاد الحاله انهم يهزوا الماتريكول يدخلوه في لابليكاسيون تيليماتريكول وتطلع لهم نمره ويتصلوا بمول السياره. كيوقعوا ايضا مجموعه ديال الافات، بحال شي حرائق، بحال فيضانات، بحال سرقه، كتكون شي سياره غادي تتعرض لشي سرقه، كيكون احد المواطنين ولا الماره دايز وكيشوف ديك السياره كتعرض لمحاوله سرقه، بطبيعه الحال كيكون اخبار للشرطه ولاني كتعطل شويه. يكفي في هذه الحاله ايضا انه يهز الماتريكول يدخله في لابليكاسيون، تطلع ليه رقم الهاتف ويتصل به يقول له السياره ديالك ممكن انها تكون كتعرض لمحاوله سرقه. نعم، واخا بالنسبه لهذه الابليكاسيون واش بالمقابل ولا مجانا؟ لا، لابليكاسيون مجانا، وحتى الان كتحتل المرتبه الاولى الحمد لله في لي زابليكاسيون في المغرب، وحتى الان تسجل فيها حوالي 10000 مواطن، وتلقينا مجموعه ديال الناس وديال الجهات اللي كتستخدمها بواحد الشكل اللي ايجابي اللي ما كناش حنا كنفكروا فيه. مثلا الناس نتاع النقل السياحي، اصحاب الطاكسيات، الناس نتاع نقل البضائع، وبزاف ديال الجهات اللي استفدت من هذه الخدمه هذه. وهاد لابليكاسيون الفكره ديالها ديال واحد الشاب من فاس. نعم، الفكره بطبيعه الحال ديال الشاب من فاس، وهي اول فكره على الصعيد الدولي، ما كاينه في حتى دوله واحده اخرى. كنا كمغاربه سباقين ليها، وكنا كابناء فاس سباقين ليها ولله الحمد. واخا ابار لابليكاسيون نهضروا شويه على الحياه الشخصيه ديالك. يعني الظروف اللي فين عشتيش من حي فين؟ فاس مون فلوري، فاس مون فلوري حنا عايش. واسمح لي على هذا السؤال، بالنسبه للظروف المعيشيه ديال الاسره واش لاباس عليكم؟ طبقه متوسطه كاي المغاربه، ما عندناش وما خصناش، عايشين باش قسم الله ولله الحمد. لا، قريت في مدرسه عموميه مع ابناء الشعب، والهوايه ديال الابتكار والاختراع عطات يعني الغير الاكاديميين اكثر من الاكاديميين كيف كنلاحظوا في العالم كله.
يعني انه وسائل التواصل الاجتماعي وكما كنقولوا المعلوميات اللي متوفره في هذا الوقت لجميع الشباب كتيح لك الفرصه خارج التعليم النظامي. نعم 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 كتيح لك فرصه وفرصه كبيره خارج النظام وخارج المسار الاكاديمي انك تبدع ويكون عندك واحد المسار اللي جد متميز وتقد قاعد تدخل من من من, من هذا المسار هذا مصروف يقد يعيش كشاب كاي شاب مغربي في الوطن. يعني تقدر تاخذوا مهنة. نعم تقد تاخذوا مهنة بطبيعة الحال. في هذا الإطار واش ما كاينش أفكار جديدة في المستقبل؟ الفكرة هذه بالضبط كانت هذه قبل سنة وكانت عندي فكرة من قبل منها اللي هي البحث عن الشباب كتطبيق كنا باغيين نخرجوا كانت قبل 3 سنوات. كانت الفكرة هي البحث عن الشباب ولا تصغير أو تكبير الملامح ديال الوجه وفكرة كنا طرحناها على مجموعة ديال المختصين ولكن كانت عرقلة وصعوبة في التطبيق ديالها وكانت غادي تخرج هي مغربية الأول مرة تخرجت في 2018 حنا كنا ذكرناها في 2015 خرجت في 2018 وكان عليها إقبال كبير في العالم كله. نعم وآخر كلمة لرسالة أو نداء للمغرب اللي تبغي جريدة باش توجهوا الشباب ديال فاس خصوصا اللي كيقولوا ما كاين ما يدار. اولا كنشكر جريده فاس نيوز على المسايره والدعم ديال والدعم الدائم ديال الشباب والطاقات المبدعه. جريده كتفرشنا كتشرفنا بشكل كبير فاس ولله الحمد وكنتابعوها منذ زمان مني كنا وحنايا صغار كبرت معنا والشباب ضروري خصو يبحث ويقلب كيف كنلاحظوا انا الدومين ديالي في جهه وكنمشي كنبحث في جهه واحده اخرى وديما خصي كيكون الانسان كيتحرك ما يوقفش وعطى الله ما يدار في عالم الانترنت والتكنولوجيا عطى الله ما يدار.